جينجر كوكيز. نقيدة من بيج تيست ليشس باي نور. ردي؟ جو! أول شي بدي زق غوي بالزبدة، أوكي؟ هنحط الماشين. يا ماشين. شوي. شو بدك نعمل؟ يا أساس. يا. بدك نعملها على إيدنا؟ أوكي. شو ماشين؟ الله يستر. برافو ليام. شو بقى نحط؟ عيني. ما تكتر. ما بدنا نعمل رز على الدجاج. شو تكتر؟ لا 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 بكفي يعني. رز على الدجاج. هلا على الايد بتنعمل ما ضروري ماشين يعني ماشي حالك. لمين هلا شو بدنا نعمل نحن ناطرين العجينة؟ رز. كيف؟ رز. هيك العجينة كيف طلعت؟ سهلة. انت شقفة وانا شقفة. شو طلع؟ بيسي. بيسي؟ هذا اسمه ماما. هيدا الدير. لازم خليني اشيلها. هيدا يا عمي شو كيف هيك صاروا كلهم الكوكيز عندك؟ بخشب لي شوب. طب وانا شو باكل؟ بس ما ذوق ذوق يا ري رح يبلش يذوق معنا قريبا هيك حس. ما بدك؟ مش عباله الاضواء. تيتا ريحتهم كيف؟ بيحملوا شوية سكر زيادة للي بيحب السكر، بس للي ما كتير معود على طعمة السكر القوية مثلي أنا هذا كتير حبيته. شو بعد بدها ماما؟ كرمياس. يا عم شو فيها الكرمياس؟ كمزاي كشيس كشي. ليك شو رأيك شي نهار تعملنا أنت ريسيبي الكرمياس؟ أوكي دي. فيكم تستبدلوا السكر الأسمر بالكوكونات شوغر إذا بتكون هيلثير فيرجن لهيدا الكوكي، بتطلع كتير طيبة كمان. هلا طبعا مثل ما شفتوا نحن ما زيناها. اهي اللي شوية سكر. انا وليام بننصحكم بهيدا الريسيبي للجينجر كوكيز لانه كتير زابطة ومعاييرها كتير دقيقين. ما تنسوا تعملونا سبسكرايب على يوتيوب. بدي اسو ويدي اسو. باي.